إخواتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتكلم نظرا لطلبات الأصدقاء كيفية عمل تغيير بيئة، وهو عمل بسيط جدا على إدارة العمل. ندخل على إدارة العمل، على أي نوع من الطلبات، أي نوع من الخدمات الخاصة بإدارة العمل. بعد ذلك نقدم الطلب من خلال بوابة أصحاب العمل، بطاقة الشخص المفوض بالشركة، بعد الدخول بطاقة المفوض بالشركة نختار الشركة التي يوجد بها العامل، بعد ذلك نذهب إلى خدماتي. هنا نجد خدمة طلب تعديل مهنة لترخيص عمل عامل، بعد الضغط عليها نختار رقم بطاقة العامل والمهنة الموجودة حاليا بالبطاقة، نفس المهنة الموجودة بالبطاقة، وكذلك جنسية العامل. بعد ذلك نضغط على بحث. هنا نلاحظ أن بيانات العامل قد جاءت على نتائج البحث. كل ما علينا فعله هو تعديل المهنة، الضغط على تعديل المهنة. هنا نختار عند الخانة الثانية بالنسبة للمهنة المراد تغيير لها، هي الأولى المهنة المطلوبة حاليا هذه الخدمة لا تعمل، فنختار الخانة الثانية. هنا تجد رموز الوظيفة أو اسم الوظيفة، فيمكنك البحث برمز الوظيفة لو عندك رمز الوظيفة. في حالة عدم وجود رمز الوظيفة يمكن البحث من خلال اسم الوظيفة. فهنا مثلا سأختار موارد بشرية مثلا كمثال، وهنا ندخل المؤهل العلمي حسب نوع المهنة، أي إن كانت المهنة تخصصية فيحتاج إلى مؤهل علمي. في مهن لا تحتاج لمؤهل علمي، ألا وهي مشرف، فورمان، وغير عامل إلى آخره، لا تحتاج إلى مؤهلات علمية. بعد إدخال المؤهل العلمي نقدم الطلب وننتظر الموافقة عليه من إدارة العمل. في حالة الموافقة على الطلب سنذهب إلى تحديد عقد العمل لنجعل المهنة تتبين على بطاقة الشخص. وكذلك في ملاحظة عامة، أنه خلال هذا النظام الجديد يعطيك النسبة. ماذا نقصد بالنسبة؟ أي أنه مثلا لو لديك شركة لديها 10 عمال، ولديك شخص مدير مبيعات مثلا، مدير تسويق، شيء منها من قبل، وكان تغيير المهنة إلى مدير موارد بشرية، مدير مشتريات، فإنه لن يسمح لك لأنه لديك عدد من المدراء بالشركة أكثر من اللازم، فيجب أخذ الحيطة من هذه العملية. إذا سنقدم الطلب ونرى ماذا يحدث بعد تقديم الطلب. إذا بعد تقديم الطلب نذهب إلى طلباتي ونعمل بحث. إذا كما تلاحظون هنا بعد المصادقة عليه بشكل آلي يأتيك طلب ثاني، ألا وهو طلب لتصديق عقد العمل. هنا يجب الذهاب إلى اتخاذ الإجراء الخاص، ثم الذهاب إلى تفاصيل الراتب. ندخل تفاصيل الراتب كما هو متفق عليه ما بين الشركة والعامل. بعد إدخال تفاصيل الراتب وتاريخ البداية إلى آخره بالمهنة الجديدة، لو لاحظتم هنا مثلا لهذا الشخص فهي المهنة الجديدة الموجودة. بعد ذلك نذهب إلى المرفقات، وكما قلنا سابقا إن كانت المهنة تخصصية ندخل الشواهد المدرسية أو الشواهد العلمية لمزاولة هذه المهنة، ندخلها هنا
وكذلك نسخة من عقد العمل موقعة. بالنسبة للنسخة الموقعة فقط هنا يمكن الذهاب إلى معاينة وطباعة بعد إدخال البيانات، فسيعطيك العقد. بعد طباعة العقد وتوقيعه من الطرفين نعمل تحميل العقد على هذه الخانة ونقدم الطلب. بعد تقديم الطلب كما تعلمون نذهب إلى الدخول بالعامل إلى نفس الخدمة على إدارة العمل للموافقة على العقد ودفع الرسوم. بعد دفع الرسوم الخاصة بالعقد فيمكن الذهاب إلى أي مركز جوازات ودفع رسوم تغيير المهنة لو هي 200 ريال لطباعة البطاقة الجديدة مع المهنة الجديدة. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.